وصلنا معكم لفقرتنا الطبية، وعندما يتقدم المحتوى العلمي ويتفوق على ترندات السوشيال ميديا فنحن بالتأكيد أمام تجربة مميزة ومهمة بصناعة المحتوى وتبسيطه وتقديمه بأسلوب جديد ومنفرد لغير الاختصاصيين، يمكن بعيد كل البعد عن الأساليب المكررة على مواقع التواصل الاجتماعية. ضيفتنا اليوم قدرت توظف مجال عملها وتستغل مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة إيجابية ومفيدة، بنفس الوقت قدرت يا رشا تدخل كل بيت، تفيد كل عائلة، كل أم جديدة يمكن مقبلة على الأمومة ويمكن ما عندها المعلومات أو التفاصيل المهمة كيف تتعامل مع الأطفال. أكيد وقت بتكون ضيفتنا بتروح لصناعة هذا المحتوى بأسلوب بسيط وبمعلومات بسيطة، فهي أكيد قادرة اليوم تكسر الحواجز وتدخل القلوب قبل البيوت. يعني دائما نحن بنقول المعلومة الطبية شوي معقدة وموجهة بنحسها لجمهور معين، ولكن أكيد مع دكتورتنا لليوم هي موجهة للكل بدون استثناء. قدرت بطريقتها ببساطة بعفويتها وبالكاريزما يلي عندها أنه اليوم تحببنا وتخلينا ننتظر أي فيديو هي حتنزله على المنصة أو على صفحتها. لنحكي أكثر عن هذا المحتوى كيف قدرت توجهه بشكل عام بشكل غير استثنائي، رح نرحب بضيفتنا لليوم الدكتورة سماح صالح محمد. يسعد صباحك. صباحكم بكل خير وشكرا على المقدمة الحلوة. أهلا وسهلا فيك. يعني لما نقول دكتورة أطفال أول شيء يخطر على بالنا وجه رحماني وهيك لطيفة محبوبة. بداية خلينا نتعرف على حضرتك، مين هي سماح محمد؟ أول شيء أنا الطبيبة سماح صالح محمد، خريجة كلية الطب البشري بجامعة دمشق وبكل فخر. صار لي 6 سنين بكتب محتوى طبي. بدأت خلال 4 سنين كنت أكتب محتوى طبي عام بكل اختصاصات الطب البشري العام، بعدين آخر سنتين صرت مختصة بالكتابة عن الأطفال، البيبيات، الرضع، حديثي الولادة، يعني خاصة بالأعمار الصغيرة ما بين أول ما بيخلق البيبي لعمر السنتين. ويعني فيني يعني هلأ أقولها هيك مع شوية غرور أنه أسلوبي هو الأول من نوعه بسوريا. حلو. بيحكي عن البيبيات بلسان البيبيات ذات نفسها. أنا قلت لك اليوم الكاريزما والعفوية والبساطة بالتقديم، يعني حتى نحن اليوم كإعلاميين يعني لتقدري تكسري هذا خلينا نقول الحائط بينك وبين المشاهد أو الجبل الجليدي بحاجة لعفويتك وبحاجة تكوني حدا قريب. طيب رحنا اليوم، انت حضرتك متزوجه دكتوره اول شيء؟ مخطوبه ان شاء الله. هيك معناتها اليوم المعلومات اللي عم تاخذيها حتستفيدي منها فيما بعد كثير. يعني بالدراسه الاكاديميه رحنا لصناعه هذا المحتوى وتوجيهه للناس بشكل عام، يعني خلينا نحكي عن السبب، يعني ميولك، يعني بنشوف اطباء كثير عندهم صفحات عاديه ممكن ينزلوا نصيحه ممكن ما ينزلوا يعني، ولكن اليوم انت اشتغلتي على هي النقطه واستمريتي فيها. هلا اول شيء وقت كنت انا بتذكر بصغري كنت كثير احب اكتب مواضيع تعبير ومواضيع ادبيه، يعني انا من جماعة اللي بيطلعوا بيحكوا الموضوع بتبكي الأنسة وبيبكوا الطلاب وهيك، يعني هيك قصص. والله جربوني. فكانت عندي الميول الأدبية يعني نوعا ما، وبقرأ روايات وبحب هالقصص. يعني بعدين وقت يعني بالبكالوريا بقى بدي فوت أنا المهنة اللي بحبها، الشغف اللي بحبه، وأنا شغفي كان الطب. يعني من أول ما كنت يمكن صف أول كنت كل ما أمرق من كلية الطب قول هي كليتي. تخيلي، وكل ما أمرق من مشفى الأطفال قول هي مشفاية، يعني إنه خلاص أنا مقررة ومصممة من صغري إنه هاي مستقبلي يعني. فبالبكالوريا شديت حالي كتير وفتت الفرع اللي أنا بحبه، وكنت نحن مجموعة التحضيرية أنا الدفعة الثانية، يعني كنا لسه بدنا سنة لنرجع نختص طب، يعني كان عندي بدل البكالوريا بكالوريتين. ففتت طب السنة الثانية وقلت يا الله أنا لازم إني أعمل شيء بالطب من هلأ، أنا حابة، ما بدي أنطر، ما بدي لحتى 6 سنين أتخرج لحتى أشتغل بالمهنة اللي أنا بحبها، بدي من هلأ مارسها علما. فطوعت وقتها بفريق طبي كان بيكتب مقالات وبلشت اكتب معهم، يعني بس انه شو يعني هيك شيء كثير بسيط، لانه نحن هسه يعني لساتنا كنا بالبيزكس تبع الطب ما كثير فتنا بالاختصاص. كتبت معهم هيك وحسيت انه الناس حبوا، فانا صرت يعني اكتب زياده لمرحله انه انا بدي غير الاسلوب عن العالم، انه بدنا نضلنا بهالاسلوب المقيت، بدنا نضلنا الطب نشوفه علم جاف، علم ما له محبوب عند الناس، علم ما له بسيط ابدا، لا خلينا نحن نكتب عنه بشكل بسيط. فكان في حمله على السرطان وانا كتبت عن السرطان بلسانه. فلينا ناخذ شيء؟ فينا ناخذ شيء؟
انه كيف طريقه هيك ولو سطرين يعني من قول لسان المرض او لسان الطفل في طريقه اليوم مميزه حضرتك عم تقرايها ولو سطر يعني خلينا هيك نوصل يعني اكثر اليوم مثلا وقت مثلا بدنا نحكي عن السرطان مثلا انا اسمي السرطان انا عباره عن مجموعه خلايا عم تتكاثر وقت بتتكاثر بتصير تعمل مشاكل بالجسم اول شيء باخذه اني باكل من الاكل اللي هو موجه للخلايا الثانيه فانا بحرمون الاكل وبضغط عليهم وبعمل شغلات عجيبه غريبه بالجسم فانا كنت احكي بهذا الاسلوب يعني انا كنت شوفك كمان تقولي انه مامي انا تعبان هلا ما تعبي حالك يعني هدول الاساليب قديش فعلا قريبه من الاهالي اليوم من كل ام بصراحه خلينا نوضح يعني برحلتك بصناعه المحتوى الطبي كيف كانت الاراء سماح كيف كانت اصداء الناس هل كيف تقبلوا فكرتك اليوم تمام هو هي بعد الحمله عملت سلسله اعرف عدوك حكيت جراثيم وفيروسات بلسانهم كمان كل هالوقت يعني كانوا يحبوا العالم لانه كانوا يحسوا الشغله كيوت بس ما كان كثير هالتفاعل يمكن اللي صار بعد ما توجهت للاطفال وقتها اني كتبت عن الجنين بلسانه كيف بيجي يوم الولاده ناس كثير حبوا الامهات صاروا يبكوا يحسوا انه ابنهم فعلا هو اللي عم يحكي الام الحامل اللي يمكن لسه ما شافت ابنها تحس انه هو عم يحكي معه وهو لساته برحمه فكانوا كثير حابين كثير متفاعلين مع هذا الموضوع كتبت عن تطور روحي الحركي للاطفال عن كل شيء بيخص الاطفال هلا الشيء اللي انا بعتبره سبب انه النجاح بهذا الاسلوب بصراحه مو بس انه هو مبتكر هو كان عم يتقدم بحب لهيك وصل الناس بحب انا كنت فعلا وقت اكتب مقال بلسان الاطفال اتخيل حالي بيبي وعم بحكي مع ماما واكتبه يعني بكل مشاعر احساسك اليوم يعني بصراحه مو ايدي اللي كانت تكتب قلبي اللي كان يكتب فكان يوصل لقلوب الناس بتركز على نقطه كمان اليوم دكتوره انت كمان كان عندك ميول ادبي وكل الاشخاص اللي عندهم ميول ادبي بتحسي بلحظه ما بيطلع معهم ابيات من الشعر ابيات من النثر من الخواطر يعني خلينا نروح اول شيء قد عدد متابعينك على الصفحه هلا عندي على صفحتي الشخصية 31,000 متابع وصول 800,000 قارئ طيب ما بين الأمراض والجراثيم رحتي لتختاري الطفل هل اليوم حسيتي أنه أنت حابة تقوي عملك بتوجهك للطفل تقوي المحتوى أو هو مع شغف ومع أنه أنت حابة اليوم عن جد توصلي للناس أكثر هلأ أنا صحيح كنت حب طب الأطفال بس كنت خايفة شوي أني أحكي عن الأطفال لأنه شوي الأطفال معقد الكلام عنهم ويعني بده مسؤوليه بده ثقه يعني بدك معلوماتك تكون من مصادر موثوقه اكثر وكثير حساس الموضوع بصراحه انك انت عم تحكي عن طفل يعني هذا اهم شيء بالاسره وبالمجتمع ككل يعني بس بصراحة اللي دفعني أكثر شيء على أني أكتب على الأطفال هو المحبة اللي لقيتها من الناس بصراحة يعني هنن عطوني هنن اللي خلوني بلش لأنه كان الدعم اللي كان يجي والتفاعل اللي كان من الأمهات وأنا خاصة وقت تجي لعندي أم بتقلي حببتيني بابني أكثر هي وقت بتقلي أنه أنت وقت حطيتي المقال وأنا قريته فيقته لابني بعد ما كنت منيمته وميته واشتقت له قديش هاي الشغلة يعني كثير هيك بتلمسني يعني وحتى في عالم والله بتحكي معي بتقلي أنه أنت كنتي معي بفترة حملي كلياته ولحتى ولد البيبي وهلا عمره 3 شهور مثلا وعم طبق كل شيء انت عم تحكيه وانا كثير مبسوطه معه وهو كثير مرتاح معي فانه انا مسؤوليه طفل عم يكبر وعم ينمو انا عم بتحملها وعم يحبوه فانه هذا الشيء كثير بيعطيني دافع اني استمر تمام يعني خلينا نوضح اكثر كيف عم يكون نشاطك اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي شو هي اهم المنصات اللي اليوم انت عم تقدمي محتواك فيهم تمام هلا المنصه الاساسيه هي اسمها بي ام اي جروب اسمه بوكس موفيز ارت هي اكثر شيء بقدم عليه وهذا الاساس اللي انا طلعت منه بكتب كمان على جروب صبايا بكتب كمان على صفحتي الشخصيه وعندي جروب اسمه الاطفال مع الدكتوره سماح اور بيبيز ويز دكتور سماح وكمان يوميا بتنزلي سماح يوميا بنزل 4-5 مقالات احيانا يعني مو انه مقال واحد يعني صارت القصه شوي تركنا الطب والحياه هوايه شغف نظامي انه انا كثير بحب الدكتوره دكتوره خلينا قبل ما نكفي دردشه مع حضرتك روح لكليب للمحتوى ونرجع يلا مرحبا انا الدكتوره سماح صالح محمد طبيبه سوريه خريجه كليه الطب البشري في جامعه دمشق وكاتبة محتوى طبي منذ 5 سنوات بسجلي مئات المقالات الطبية التوعوية عن مختلف اختصاصات الطب البشري العام ومؤخرا خلال آخر سنتين صرت مختصة بكتابة المحتوى الطبي عن الأطفال عن تطورهم الروحي الحركي صحتهم الجسدية النفسية وحتى العاطفية اشتغلت بمواقع السوشيال ميديا بأسلوبي اللي بيحكي عن الأطفال بلسانهم نفسهم
وعندي على صفحتي الشخصية ما يقارب 30,000 متابع ووصول لأكثر من 800,000 قارئ للمحتوى. عندي صفحة عامة اسمها الأطفال مع الدكتورة سماح أو بيريز ويد دكتور سماح، وجروب اسمه الأطفال مع سماح، ومؤخرا عم اشتغل فيديوهات طبية توعوية ومختصرة بريلات على الانستغرام. في معلومة طبية مهضومة بتقول انه البيبي وقت بيخلق وحتى عمر الشهر شهرين ما بيشوف ابعد من 30 ل 50 سنتي، وهي المسافة اللي تماما بتكون ما بين وشه ووش الماما وقت الرضاعة الطبيعية. لهيك وقت بتحاولوا انكم تحكوا من بعيد او تأشروا له الابعد من هيدا المسافة فهو حرام، بيشوفكم مغبشين وعبارة عن اشباح وممكن انكم تخافوا. لهيك النصيحة الطبية بتقولكم حتى عمر الشهرين إذا كنتوا تتواصلوا مع بيبي كتكوت حملوه قربوه على وشكم بتماما، يعني المسافة اللي بتكون مثل ما قلت بين وشه ووش الماما وقت الرضاعة وقت حكوا، غير هيك بتكونوا وانتوا عم تزعجوه ما عم تحبوه. بيقول المثل ابن الأربعة ربعوه وإذا ما قعد بالكف ضربوه، وبنت الستة ستتوها وإذا ما قعدت لا تغصبوها. طبعا هذا المثل الشعبي خاطئ ولا يمت للعلم بصلة. كل الأطفال سواء كانوا ذكراً أو أنثى بعمر الأربع شهور بيصيروا يتحكموا برقبتهم بيثبتوا راسهم، بعمر الست شهور بيقعدوا بس مع مساعدة مخدات، بين السبعة والتسعة ببلشوا يقعدوا لحالهم بدون مساعدة. هلأ المثل طلع يعني مثل حتى يوصلنا فكرة أنه إذا نحن البنت قعدناها على بكير أنه ممكن نأذيها، هذا الشيء مو مزبوط أبداً. إذا هي حبت تقعد أو بلشت تقعد على عمر باكر فهذا شيء كمان طبيعي وعادي، وكمان إذا الطفل تأخر كمان هذا الشيء طبيعي وعادي، ما في شيء لا بيأذي حوضهم ولا بيأذي أي شيء، هو بيتبع فقط لتطور الروح الحركي. كثير من الأمهات بيفكروا على أنه الحرارة والإسهال هي من الأعراض الأساسية للتسنين، ولكن هذا الحكي علمياً خطأ. بصراحة التسنين ما بيعمل إسهال، وإذا عمل حرارة فهو بيعمل يعني فتور، يعني يا دوب تزيد نص درجة، وهذا الشيء طبيعي وما بده حتى أدوية. هلأ ليش كتير ممكن يصير في إسهال للطفل أثناء التسنين؟ السبب بصراحة أنه خلال التسنين كتير بيكون الطفل عم توجعه لثته، فكتير بيحط شغلات بيتمه، وهي الشغلات بتكون ملوثة بجراثيم وفيروسات معينة فبتعمل له التهاب أمعاء بسيط وبتعمل له شوية إسهال. غير هيك إذا شفتي حرارة عالية على طفلك أو إسهال قوي يفترض أنك تاخذيه لعند طبيب وما تطمني. اليوم دكتورة الشيء اللي كنا عم نسمعه ضمن الكليب يعني بدك ترجعينا لأمثال قالت أمي وقالت ستي وقالت خالتي، ولكن كانت نصائح بمكانة وأمثال بمكانة، دائما بيقولوا أهل أول ما ضل شيء وما قالوا يعني صحيح. ورجعنا رغم كل التربية الحديثة ورغم كل التطورات، ولكن في نقاط اليوم حتى الطب عم يعتمد بهي القصص. خلينا نحكي اليوم عن التفاعل مع حضرتك، يعني هل أنت اليوم عم تقدري توفري وقتك للناس للتساؤلات اللي عم تجي لحضرتك وبين عملك ومحتواك؟ هلا انا يعني بكتب محتوى لحتى اعمل ثقافه طبيه تمام، بدنا نفرق ما بين الثقافه الطبيه والاستشارات الطبيه. انا حاليا بدي اختص اطفال، فانا لست اختصاصيه في طب الاطفال لحتى اخذ استشارات، انا بوجه المريض لعند الطبيب الاخصائي اللي هو لازم يستجوبه ولازم يفحصه سريريا، بعدين بيشخص وبيعالج، انا ما بشخص ولا بعالج. انا كل شيء يعني هدفي فيه هو انه في ثقافه غربيه مهتمه جدا بنمو الطفل عندهم، عم بنقل هي الثقافه الغربيه للمجتمع السوري لحتى انا يعني حاول اني غير من هذا الواقع اللي عندنا اياه، ويكون ابننا يعني عم يكبر بنفس الثقافة الصحية الموجودة بالعالم بالتوصيات طبعا. العالمية يعني على قولة الأمثال الشعبية، صحيح أنه في شيء يمكن في شيء صح طلع من عاطفة الجدات ومن عاطفة الأمهات قبل، بس هلأ في علم، يعني هلأ في علم حديث في أبتديت كل يوم أكيد. في توصيات جديدة نحن لازم دائما أنه نتبعها، يعني لازم دائما أنه نشوفها، مو دائما لازم نأخذ الشيء القديم أو الشيء اللي قالته ماما وتاتا، فهذا الشيء كتير مهم. يمكن كمان من خلال الكليب يلي شفناه تبين لي انه انت بتلجئي للفيديوهات كمان باسلوب نشرك لمحتواك، مو بس مقالات، شفنا اكثر من فيديو على طول يمكن عم تنزل على مواقع التواصل الاجتماعي هالفيديوهات، برايك اليوم اي اكثر تاثير على الناس، اي هيك بحس بتحسي انه هو قريب من الناس بيقدروا يتفاعلوا اكثر وتوصل لنا المعلومه؟ اي هلا هل المقالات ام الفيديوهات؟ هلا انا على الفيسبوك بلشت بمحتوى مقروء
تمام. وهلا حاليا عم انقل على الانستغرام لسبب انه انا بالوقت بكتب باللهجه السوريه فهذا ما بيوصل غير لمجتمع سوري، كثير صعب على العالم الثانيين انه يقروا احيانا، فحبيت انقل اللهجه السوريه اللي يعني بتنسمع سماع هي بحبوها اكثر، يعني ممكن اوصل لمجتمع عربي اوسع اكيد. صارت معتمده اكثر اليوم باللهجه بس السورية. لحد الان الجمهوري على الفيسبوك بيبهدلني يعني انه بدك تنزلي انستغرام بدك تضلي عم تنزلي لنا، عم تعملي ريلات على الانستغرام كمان بدك تضلي تنزلي لنا مقروء، يعني الناس كثير يعني متعلقه ومرتبطه بالمحتوى المقروء عندي، وهذا الشيء انا بستغربه يعني كثير. هلا نحن بعصر السرعه وبالعصر اللي كثير بحبوا يفتحوا فيديو دقيقه وخالصين انا بملي حتى يعني الفيديو بيطول شوي ليتحمل انا اسكره ما عندي استعداد ابدا انطره ولا ثانيه يعني تماما. يعني بتحس اليوم اثر التكنولوجيا علينا، فاليوم انت عم تروحي لي المعلومه المبسطه الدردشه مع الام، بجوز اليوم احنا مو كل الامهات على مستوى ثقافي واحد صحيح. يعني فوقت نحن قادرين نوصل هي المعلومه بكل حب، دائما الحب هو اساس نجاح كل شيء بحياتنا. أكيد. طيب دكتوره هيك سريعا، صعوبات اليوم اكيد في صعوبات واجهتك وقدرتي تخطيها، وهذا اليوم دليل على عدد المتابعين اللي عند حضرتك، خبرينا اكثر. هلا بالبدايه كانت الصعوبات الاساسيه هي تعليقات سلبيه، وخاصه وقت كنت يعني حاول غير شوي بالعادات الخاطئه، لكن وقت كتبت بحب وبنيت الثقة والحب بيني وبين الجمهور تخطيت هذه الصعوبة، كان في تقليد للأسلوب وال يعني حاولوا كثير عالم يطلعوا بنفس يعني الترند تبع انه نكتب على الأطفال بلسانهم، ولكن ما استمروا لأنه يمكن ما كان عندهم هذا الشغف اللي أنا عندي حاليا. بصراحة أنا تعبانة من المحتوى لأنه المحتوى كثير بيعذب، كثير بيتعب أنك أنت تدوري على المصدر وأنك أنت ترجمي وتنسقي وتنزلي، وللأسف يعني أنه كل شيء انت بتشتغليه على السوشيال ميديا له خوارزميه معينه، الفيسبوك خوارزميته مثلا غير خوارزميه الانستغرام، فانت مضطره انك تصوري اضاءه الكاميرا المحتوى المرئي وما حدا عم يساعدني غير انا، يعني انا اللي عم ابني حالي بحالي. وللاسف يعني انه ممكن من خلال قناتكم يعني انا بحب انه اتوجه انه يصير في دعم لكتابه المحتوى عنا بسوريا، فان شاء الله ان شاء الله. يعني سماح بالختام بدنا نشكرك كثير على مشروعك المميز، وان شاء الله هيك بالايام الجايه نشوفك اهم دكتور رضا أطفال. أهلا وسهلا فيك كتير. شكرا لحضرتك وأكيد بالتوفيق بعملك الطبي وبعمل المحتوى الإنساني اللي نابع عن حب. شكرا دكتورة لحضورك. شكرا لكم. شكرا لك.